صباح الخير او مساء الخير على حسب توقيت مشاهدتكم للفيديو بتاعنا النهاردة. معانا فيلم الرعب والغموض، بس قبل ما ندخل في احداث الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بيبدأ فيلمنا مع كاهن في معبد وهو بيقول تعويذة على بنت شكل الشيطان عمل معها الغلط. بعد كده بنشوف بنت وهي لابسة لبس المدرسة بتاعها ورايحة المدرسة، وبيكون ده اول يوم ليها في السنة الجديدة، وبيقولوا لها جيرانها انها لازم تركز في المذاكرة وما تعملش زي البنات التانيين اللي بيعرفوا شباب، وبتخرج وتستنى الاتوبيس. في الوقت ده بيكون في شاب رايح هو كمان المحطة وبيشوف صاحبتنا دي وبيروح يقرب منها ومن لبسها وبيقول لها اكيد احنا زمايل في نفس المدرسة، وبيكون اسمه مايك وهي اسمها نارد، وبيفضل مايك يتكلم مع نارد وبيعرف انها هنا جديدة في المدينة، وبيعرض عليها انه يوصلها بالتاكسي لانهم كده هيتأخروا على ميعاد المدرسة، ورغم انها بتكون مش موافقة في الاول لكن بتركب معاه، وبيوصلوا الاتنين على ميعاد الجرس بالظبط، وبتشكره نارد انه وصلها وبتطلع فلوس من جيبها وتديها له وتسيبه وتمشي. ومالا بتكون نارد في الفصل بتلاقي ان مايك جاية وواقفة قدام باب الفصل، وبعد الحصة بيجي لهم اكل هي وصاحبتها وبيفضل معاهم، وبرده بتطلع نارد الفلوس وتديها له لانها ما تعودتش تاخد حاجة من غير مقابل. بتكون نارد مهتمة بالمذاكرة وعارفة انها جاية المدرسة ليه، لكن مايك بيهتم بس بالاغاني وبيسمع نارد الاغنية رومانسية، وبيكون واضح ان الاتنين معجبين ببعض. ولما بتروح نارد البيت بيتصل بيها مايك وبيكون مستنيها تحت عشان يذاكر ليها لانها مش موافقة انه يجيب لها هدية، وبنشوف نارد انه في مجموعة من البنات بيشاوروا عليه عشان قاعد مع مايك، عشان كده بتاخده وبيطلعوا الأوضة يذاكروا فيها أحسن. بيقضوا الاتنين وقت مع بعض وساعات بيباتوا مع بعض، وبيذاكر مايك لنارد دايما، وفي الامتحانات بيفضل مستنيها بره الفصل عشان يطمن حلت صح ولا لأ. وفي يوم بتكلم نارد أهلها في التليفون وبيفضل مايك يرخم عليها، لكن وهو بيرخم عليها بتقع وهو بيقع عليها، وبيقربوا الاتنين من بعض وبيقضوا الليلة سوا. وبتكون نارد خايفة إن مايك يسيبها بعد اللي حصل بينهم، لكن هو بيوعدها إنه بيحبها وهيكمل باقي حياته معاها، وبيقول لها أنت عندك ابتسامة جميلة. ولما بتكون نارد في الفصل بتسمع ان مدير المدرسة عمل ليها استدعاء، فبتستأذن المدرس بتاعها وبتروح، وبتلاقي ان مايك موجود قدام اوضة المدير، وقبل ما تتكلم بتخرج ام مايك وتفضل تزعق ليها وتتهمها انها بتخلي مايك يبات معاها عشان الفلوس، وبيحاول مايك انه يدافع عنها لكن امه مش بتسكت خالص، وهنا بتفضل نارد تعيط وبياخدها مايك وبيمشي. ولما بترجع بيتها تاني بتقعد معاها واحدة من الجيران وبتحاول انها تخفف عنها وتقول لها لازم تركز في دراستها بس، وان عيلة مايك عمرهم ما يقبلوا بيها رفيقة لابنهم. وبترجع نارد تذاكر تاني وبيجيب لها رسالة على التليفون وبتكون من مايك وبيعتذر لها في الرسالة دي. ولما بتكون مايك رايحة المدرسة امها بتمنعها وبتقول لها مش لازم تروح. ولما بتكون نارد مستنياه هناك بيبعت لها رسالة تانية وانه مش هيقدر يجي المدرسة. بتكون نارد زعلانة جدا وبتروح لامها وتقول لها ان مايك مشي وهي مش قادرة تبطل عياط. وتاني يوم بيكون مع نارد جهاز كشف الحمل وبتكون للاسف حامل، ولما تخرج لامها بتقول لها انها لازم تروح للدكتور، وهنا بيقع منها الجهاز وبتعرف امها الحقيقة، وده بيخليها تتضايق جدا وتسألها هل مايك عارف انها حامل، فبتقول لها نارد انها ما قالتلوش وخبت عليه الموضوع، وبتقول لها انهم بيحبوا بعض لكن ده مش ممكن يستمر، وان مايك سافر ولما يرجع ممكن يكون حبه ليها اختفى. بعد كده بتاخدها امها وبيروحوا مكان فقير جدا ومليان متشردين، وهناك بيقعدوا في مبنى قديم وضلمه كله، وبنعرف ان دي عياده مشبوهه لعمل عمليات الاجهاض. بتكون نارد خايفه جدا من انها تعمل العمليه دي، وخصوصا ان المكان ده مخيف لوحده. وبعد كده بتنادي عليها الممرضه انها تستدعي، وبتسيب امها عشان تدخل اوضه العمليات، وبيعملوا ليها العمليه دكتور وممرضه، وبتكون نارد بتتوجع جامد جدا وبتفضل تحلم بذكرياتها مع مايك وبتفضل تنزف جامد وهي بتصرخ. وبعد كده بنشوف نارد وهي جثة والدكاترة بيهربوا من المكان، وبتكون نارد ماتت وده الشبح بتاعها، وبرضه بتفضل تتألم وهي واقفة وبيقع منها الطفل على الأرض وبتنزل تشيله واللي بيكون ميت هو كمان. بترجع أم نارد البيت وبتدخل أوضتها وتفضل تتمشى فيها وهي مش مصدقة إنها فقدت بنتها الوحيدة، وبتطلع ورقة من جيبها وبتفضل تقرأ فيها، ولما تقرب من صورة نارد الصورة بتقع لوحدها على الأرض، وبتحس الأم إن في حاجة غريبة في الأوضة، وبتنادي إن دي كمان نارد ولا لأ، وكم الهدوم بتقع على الأرض، وبعد كده بتقع حاجات من على الرف وتنادي الأم إن كانت دي نارد
لكن محدش بيرد. بعد كده الدولاب بيفضل يتهز جامد وبيقع على الارض. بنروح وبنشوف مجموعه من الشباب وهم قاعدين مع بعض، وبتتكلم واحده فيهم وبتقول لهم فاكرين الطالبه اللي اسمها نرد، وبتقول لهم انها ماتت. لكن واحده فيهم مش بتصدق لحد ما تقول لهم ان امها جت ولغت اشتراك المدرسه، وبيزعلوا شويه عليها، لكن بعد كده بيكملوا يومهم عادي. لكن واحده فيهم الموضوع مش بيخرج من دماغها، وبيرد طالب فيهم ان سمع صوت نرد في اوضتها جوه السكن بالليل، وبيقوموا كلهم ويسيبوا البنت دي وحدها. ولما بتكون في طالبه قاعده بتذاكر في اوضتها بتنام على المكتب، وقربت الساعه 11 بيشغلوا التلفزيون، ولما تطفيه وترجع تنام بيشتغل تاني، ولما تطفيه بتشوف ان في خيال وراها وبتبص وراها لكن ما بيكونش في حاجه، وهنا بيشتغل التلفزيون تاني، وبتبدا تخاف البنت دي جدا وتصحى والخيال قريب منها ويسحبها على الارض. لكن الصبح بتصحى وبيكون كل ده مجرد كابوس مش اكتر، وبتاخد كتابها وتتصل بام نرد وتقول لها انها عايزه مساعدتها، وانها شافت نرد امبارح بالليل في الحلم، وبتطلب انها تجيلها. وبنشوف مايك وهو بيحاول انه يتصل بنرد اكتر من مره، لكن تليفونها بيكون مقفول، وبنعرف ان مايك لسه محتفظ بحبه ليها. وبنشوف ام نرد وهي معاها صديقه ليها، وبتقف في نفس المكان اللي بيودي على العياده اللي ماتت فيها، وبتدخل اوضه العمليات وبتحس باللي حصل لنرد، وبتنادي عليها لو لسه كانت هنا، وفعلا بتتهز كل الادوات في الاوضه، وبتقول لها الست دي واللي شكلها روحانيه ان امها عايزاها تاخدها معاها البيت. وفجاه بتظهر جثه نرد على السرير في مكانها، وقبل ما تشيل الغطا من عليها بتقوم لوحدها وتشاور على الباب، وتفضل تحرك في كل حاجه جوه العياده، وتهجم الروحانيه واللي بتخرج من المكان وهي متدمره، وبتسالها ام نرد ايه اللي حصل، فبتقول لها ان دي بنتها بقت شبح خبيث. وبعد كده بنشوف ست وهي مروحه بيتها في نص الليل، وبتلاقي عربيه اطفال وجواها طفل صغير لوحده، ولما توطي تاخد الطفل بتحس ان حد حط ايده على كتفها، ولما ترجع تبص للطفل تاني بتلاقي ان ده شبح نرد قدام العربيه، وبتجري وهي خايفه جدا وتفضل تصوت. بنشوف مايك وهو بيسلم ظرف فيه انه هيغيب لمده اسبوعين، وبيديه للمدرسه بتاعته وبيطلب انها توافق على الاجازه، وهي بتوافق فعلا. بيفضل مايك يتواصل مع نرد، لكن طبعا مفيش اي رساله بتوصل، وبيكون مايك عايز الاجازه دي مش عشان التخييم زي ما قال، انما هو عايزها عشان يدور على نرد مش اكتر. بيكون في اتنين من الطلبه وهم قاعدين سهرانين مع بعض، ولما بيرجع واحد اوضته وبيسيب التاني ويركب الاسانسير، لكن وهو طالع اوضته نور الاسانسير بيعطل وبيشتغل نور الاحتياطي، ولما بيبص وراه بيلاقي الشبح، لكن هو بيكون تحت تأثير الكحول فمش مدرك اي حاجة، وبيحاول انه يلمس الرضيع اللي معاها، ولما يقرب صبعه من بق الطفل بيقطعه، وهنا بيتفتح باب الاسانسير وبيخرج من المكان. تاني يوم بيروحوا مجموعة من السكان اللي بيجري ليهم الشقة، وبيقولها انها لازم تلاقي طارد ارواح ماهر لان الشبح موجود معاهم، وهي بتقول لهم حاضر. وبتتصل بام نرد وتعرفها ان الوضع خرج عن السيطرة، لكن واثناء المكالمة بيحصل تشويش جامد، وهنا بتتكلم نرد وتقول لهم بصوت مخيف لا تزعجيني، وهنا بتصدق انها محتاجه حد يطرد روحها، وفعلا بيجيبوا واحد ويسالهم لو الدور اللي هي كانت عايشه فيه فاضي، وطبعا بيكون كل السكان خافوا وهربوا. بيطلع مستحضر الارواح ومعاه الماسوره بتاعته لحد الدور اللي كانت نرد ساكنه فيه، وبيمشوا ورا العلامات اللي بتعملها ليه، وبيكون الماسوره ماشيه قدام مستحضر الارواح وبيشوف الطفل، ولما بيعرف بكده بيقول له متاكد ان ده طفل، فبيرجع يبص ليه فبيلاقيه شبح مخيف، ولما بيرميه على الارض بيطلع يجري. بيكملوا الاتنين طريقهم وبيقفل عليهم الباب، وهنا بيظهر ليهم نرد وبيبدأ مستحضر الأرواح في عمل طقوس، لكن الغضب اللي جوه نرد بيكون قوي جدا وبيهاجم الرضيع الماسورة اللي بيفضل يضربه بيها، وبتقدر نرد انها تحارب مستحضر الأرواح وتخليه يخنق نفسه وترميه بره الأوضة وهو بيهرب. بنشوف مايك واللي رجع تاني للمكان اللي كانت فيه نرد، ولما بيخبط على الباب هي مش بتفتح، فبيفتح هو الباب وبيلاقيها على السرير ومعها طفل، ولما بيناديها باسمها بتكون زي ما هو سابها نرد البريئة ومعها ابنهم اللطيف، وبيقول لها مايك ان ده ابني صح، وبيكون مبسوط جدا، وهي بتقول له انها كانت خايفه انك تكرهني او تزعل مني لو قلت لك اني حامل، لكن هو بيحضنها وبيقول لها انا بحبك وهنعمل اسره كلنا، وبيقعدوا مع بعض للصبح. وبيكون مايك عايز يحتفل بلم الشمل مع نرد واسرته، بس هي بتقول له انها مش عايزه ارواح، وبينزل مايك عشان يجيب اكل لنرد من السوبر ماركت، وبيشوف سكان المكان وبيستغربوا من وجوده، ولما بيشتري اكل كتير بيستغربوا وكلهم بيكونوا خايفين منه. ولما بيكون راجع بتطلب منه بنت انها تتكلم معاه، لكن هو بيقول لها بسرعه عشان مراتي مستنياني، لكن هي بتخاف تتكلم معاه، وبيرجع تاني للبيت. وبيقول لمايك لنرد ان الناس هنا مش كويسين، وانه اكتر حاجه بيهتم بيها وطول ما هو معاها فهو مبسوط. ولما بيكون مايك بيشتري حاجه من السوبر ماركت بيقول للناس انا عملت ايه غلط انا ونرد، وبتحاول واحده انها تقول له لكن عامل السوبر ماركت مش بيقول.
بيرضى، وخصوصا ان الشبح مش بيتعرض ليهم. بيفضل مايك يقول لنارد انه هيعرف امه وانها لازم تساعدهم وانه عايز يعيش معاها حياه بسيطه. تاني يوم بيروح مايك لامه وبيقول لها انه عايز يتجوز نارد، لكن امه بتقول له انت اتجننت، نارد ماتت. وبيكون فاكر ان امه عايزه تبعده عنها وخلاص، فبيقول لها انه معاها طول اليوم، لكن هي بتقول له ان هي قابلت امها وعرفت ده منها. بس مايك مش بيصدق وبيخرج تاني من البيت وبيرجع تاني لنارد، وبيكون في حاجه متغيره وبيقول لها امي حضري لينا العشاء، وهي بتقوم فعلا وتقول له خلي بالك من الطفل. ولما تكون هي بتعمل الاكل بيبص للطفل، ولما بيروح عشان يصورها بيفضل الولد يعيط، وهنا بتقول له نارد يهتم بيه لانه بيعيط. ولما يصوره بيشوف شكل مرعب للولد، عشان كده بيقع التليفون على الارض ويتكسر. وبتقول له نارد لما تعوز تتصور قول لي، وبيفضل الثلاثه يتصوروا مع بعض ومفيش حاجه غريبه بتحصل. وبيخرجوا مع بعض برضه وكل حاجه بتكون ماشيه كاي اسره سعيده. وبيكون اربعه من السكان متجمعين مع بعض، وبتغلط واحده في نارد، وبعد كده بتقوم عشان تطلع اوضتها، لكن الشبح نارد بيظهر ليها، بس هي بتستخبى في اوضتها وتقفل الباب، وتفضل نارد تخبط على الباب وبتوري البنت دي اصحابها فيديو الراهب قدر انه يطرد شبح من بنت، وبتقول له انه اكيد هيتغلب على الشبح نارد. وبيتفقوا كل الموجودين انهم لازم يفوزوا على الشبح ده. وبيروحوا بنتين في المعبد بتاع الراهب، واللي بيكون بيعالج بنت تانية، وبيحكوا له الراهب عن نارد، واللي بيقول لهم انه هنا عشان تنتقم، وانه عدى وقت كتير من غير ما يحارب روح علقت في الدنيا. ولما يترجوه بيقول لهم ان دي اخر مره انا هعمل فيها كده. وبيفضل يصلي البوزه بتاعه، ونارد عايشه حياتها مع مايك، لكن بتحس ان ايامها قربت تخلص. وفي يوم بالليل بيجي الراهب وبيحس بمكان وجود روح الشريره، وبيقول لهم الشبح في الدور الرابع لانه حس بوجوده. ولما بتكون نارد مع مايك بتقول له خد الطفل واستني في اخر دور لحد ما اعمل الاكل، وهو بيعمل كده وبيقول لها هرجع بعد نص ساعه. وبتكون نارد مستنيه الراهب وبيطلع ليها، وبتفضل نارد تحرك في الابواب عشان تخوفه. وبيدخل الراهب اوضته وبيقول لها التعويذه بتاعته، ولما هي تيجي تهجم عليه بيقدر انه يضربها، وبيكون الراهب اقوى منها جدا، وهي بتفضل تتوسل انه تقعد مع حبيبها. وبيلف الراهب عليها خيوط وبتطلع سكينه ليها. وهنا بينزل مايك وبيشوف الراهب وبيقول له انت مين، فبيرد الراهب انت عارف ان مراتك مش بشريه، وبيظهرها على صورتها الحقيقيه. وبيقول للراهب لمايك انت عارف ان دي مش مراتك، ولو عايز تشوفها فعلا اقرا النصوص الثلاثه. وبيفتكر مايك لما كان بيصور الطفل وظهر شبح وحاجات تانية كتير اتثبت ان دي مش مراته، لكن مايك بيجري وبيحضن نارد رغم كل ده. وبيقول للراهب انه مبسوط بالحياه دي وانه عايز يعيش معاها حتى وهي شبح. وكمان نارد بتقول له انها عايزه تعيش معاه حتى وهي بشر. وبيقول لهم الراهب انه بسبب حبهم هيخليهم مع بعض، لكن محدش يأذي فيهم عالم التاني، وبيحرر نارد. وبيشكروا الاتنين وبيمشي الراهب، وبكده بينتصر حب الاتنين، وبكده بينتصر حب الاتنين، الحب اللي بجد، الحب اللي الحبيب ما يقدرش يبعد فيه عن حبيبته، مش حب اليومين دول اللي بقى بالعافية. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا سلام. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والاشتراك في القناة.